محمد التركي من السعودية لمصنع كسوة الكعبة. أهلا بك يا أميرة، أهلا بك يا رجائي، أهلا بكل مشاهدينا الكرام. صباح الخير. من مكة أحدثكم. ليست المسألة هنا دينية فقط، لكن دعونا نتحدث أيضا عن الجمال وعن التاريخ. كما كنتم تتحدثون عن دار الكتب والوثائق، هناك أيضا تاريخ للسعودية، للمملكة العربية السعودية. التاريخ يمتد في جذوره إلى مصر، حين كانت تصنع كسوة الكعبة في مصر، وكانت تذهب في كل عام في المحمل لتذهب إلى الكعبة ولتكتسي الكعبة. بعد ذلك بدأت المملكة بنفسها في تصنيع الكسوة. الكسوة تتغير في كل يوم عرفة، حينما يخلو الحرم من الطائفين، وهو يوم يعني قلما يخلو فيه أو يقل فيه عدد الموجودين في الكعبة نظرا للحج في عرفات، أي بعد 3 أو 4 أيام، يوم الخميس المقبل سوف تتغير الكسوة. هذه الكسوة التي ترونها، التي تتزين بها الكعبة ونراها ولها جلال وجمال وروعة، نحن هنا في المصنع الذي يصنع هذه الكسوة. تعالوا لنتابع. نحن هناك 3 مراحل. نحن في مرحلة الحزام. مرحلة الحزام هي المرحلة الدقيقة التي يتم فيها الهاند ميد، بيخيطوا الكلام المكتوب على كسوة الكعبة، القرآن المكتوب على كسوة الكعبة كما ترون هنا. لو تقترب لو سمحت زميلي المصور، ونشوف مع بعض كيف الخيوط الذهبية كيف ترسم هنا. بيتم مسألة الحياكة، يعني التطريز بالأولى. طبعا عمل التطريز ده لما بيكون فيه جزء صغير كده على إحدى القطع القماش بيتباع بأرقام، ما بالك بقى بالكعبة، جدار الأربع جدر للكعبة، حاجة يعني حين يصنعون كل عام. دي بتاعت السنة الجاية، بتاعت 1439 هجرية، اللي هي مش يعني ده الجزء زي ما حضراتكم شايفين، ده جزء صغير. الحزام بيبقى موجود في عدة أجزاء، وغالبا في الجزء العلوي من الكعبة. لو تجيني بص كده من الناحية دي، هنقدر نشوف يعني الناس بتقعد، هذا عملهم في كل يوم، يأتون هنا إلى مصنع صناعة كسوة الكعبة والتطريز جزء جزء، عمل شاق للغاية. احنا هنا في قسم في 5. عايز اقول لحضراتكم انه لو بصيتم هتلاقوا ورايا يعني عبر الزجاج، طبعا بصوا هتلاقي في 10 في القسم بيؤدوا نفس الوظيفة بالمناسبة، ومن ورائهم في هناك غرفة أخرى وغرفة تالية وغرفة. الحقيقة عملية دقيقة، عملية شاقة، عملية مجهدة، عملية تحتاج إلى كثير من التفاصيل ومن الدقة. وأنت يعني تشاهد الآن، لا يمكن أن تتخيل أن هذا سيكون العمل النهائي الكبير، كسوة الكعبة. يعني شيء مبدع ورائع، وبيتم كل سنة. أنا شوفوا حضراتكم، يعني أهو هنا أهو مكتوب 1439 هجرية، مكتوبة هي بتصنع من الآن قبل ما السنة تبتدي. يعني احنا فاضل ان شاء الله بإذن الله حتى تكتمل هذه الكسوة 4 أيام أو 3 أيام، وعام قادم حتى يوم عرفات من العام المقبل ان شاء الله. ربنا يعطينا العمر والصحة وإياكم، و كلنا نحتاج أن نحج وأن نزور وأن نرى هذه الكسوة وهي فوق أستار الكعبة أيضا، يعني وهي اليوم مشروع، مجرد مشروع. في تقرير تاني أنا أعدته لحضراتكم، صورته من شوية، ويكون مفاجأة أيضا عظيمة. الكعبة بتتغير فيها، ده إن شاء الله هيعرض مسجل. الكعبة بتتغير، باب الكعبة بيتغير بالمناسبة كل عدد من الأعوام. المآذن النحاس أو المعدنية بتتغير. هناك متحف لأشياء الكعبة القديمة، ذهبت فذهلت، صورت لحضراتكم ده إن شاء الله في تقرير هيتعرض قريبا. الحقيقة ما وراء الأمور بديع، لأنه ليس فقط
جغرافيا في مكان آخر ولا تاريخ، لكن نتحدث عن أقدس الأشياء في حياتنا، عن بيت الله الحرام، الأجزاء اللي كانت موجودة فيه، وكسوة الكعبة. بالمناسبة الكسوة بعد كده بيتم تقطيعها وبتذهب كهدايا إلى الجهات وربما أمراء، يعني هدايا إلى جهات كثيرة. وعندنا في مصر أكثر من جزء من كسوات الكعبة الماضية، يعني بيعتبر شيء شرفي وجميل أنه التصق بالكعبة لعام كامل. ربنا يوعدنا وإياكم. بشكر حضراتكم وأعود إلى الزملاء في الاستوديو، رجائي وأميرة في أمان الله. كان معنا محمد ترك حاليا من المصنع اللي بيتم صناعة في كسوة الكعبة، الكسوة اللي حيتم تعليقها على صحيح. الكعبة يوم صحيح. الخميس إن شاء الله. حاليا بيتم مرحلة بتاعة الحزام صحيح. نعم يعني الخط. عايز أقول حاجة صحيح. سريعة، إن في 670 كيلو جرام ده بيتم يعني استخدامهم في الكعبة. الكعبة ستار الكعبة أو كسوة الكعبة بتتكلف 25 مليون ريال سعودي. نشكر طبعا محمد ترك على المجهود اللي شفناه على الشاشة، وبنقول لحضراتكم كده نهاية حلقتنا.